بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت زائرین محترم. انشالله تلاوت میکنم آیاتی از سوره مبارکه آل عمران صفحه 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.